يا عمي كيف سهل الاسم عن بالي؟ قلتيلي ميسم عبود بس ما ربط الاسم مع الله يرحمه العم فوزي. فداك. انت بنت المرحوم؟ يا الله. بالليل خبرت مصطفى جوزي قال لي يا عمي هيدي اجت على البيت لانها من عيلة عبود لتكون بتقرب العم فوزي. صحيح، انا بنت فوزي وظريفة. يا دل عليهم، جماعة كانوا خيرة الأوادم يا ست ميسم. الله يديمك. تفضلي تفضلي ارتاح. هيدي قهوة أهلا وسهلا. يعني لولا ميسم ما كنا شفناكي ببيتنا يا وطفة. العفو خالتي بهيجة، زيارتك على الراس والعين، بس بتعرفي شغل البيت. ايه معك حق، يعطيك العافية. كيفه مصطفى؟ الرضا خالتي الرضا، كتر خير رب العالمين. يسلموا خالتي. لكن هلا الأكل بيكون صار خالص. وطفة. نعم خالتي. إياك تقولي لا، بدك تغدي معنا. الله يديم سفرتك، بس ما في بس. بتقولي لعائشة تجي تتغدى معنا، أنا حبيتها لبنتك. تحبك العافية يا رب، كلك ذوق. وما بعرف إذا بقلك الله يخلي ولادك. الله يخلي ولاد كل الناس يا وطفة. عندك ولاد ست ميسم؟ ليه عنده ولاد بده يكون مجوز ما هيك؟ يعني بعدك تحت نصيبك ما هيك؟ بدي أسألك سؤال ست وطفة. يا عمي بلا ست وبلا بلوط ما هيك؟ ليه بريحك؟ لما اشتريتوا البيت من الوالد الله يرحمه خبركم شيء؟ شيء مثل شو؟ يعني ما قالكم ليه عم ببيع البيت؟ والله يا ست ميسم وقت البيع والشراء انا ما كنت حاضره، مصطفى جوزي هو يلي اهتم. طيب خبروا شيء لمصطفى جوزك؟ والله يا ست ميسم ما بعرف، مصطفى ما قال لي شيء عن لسان بيك الله يرحمه، بس حس انه العم فوزي كان مزنوق شوي والا ما كان بيع. في شيء لا سمح الله؟ لا ابدا ما في شيء. لا وشوف الكسيات اذا استوى. وطفة جيبي عايشة وتعطي نتغدى كلنا سوا. مصرة خالتي؟ انا اللي مصرة. طيب رح روح وبرجع انا وياها. ممنونتك خالتي. يا اهلا. لا ما خبرتي. ما عندي شي خبره قبل ما الاقيه. تلاقيه؟ او لاقي كيف بدي خبره؟ الله يصبر قلبك يا بنتي. لا بابا لا حبيبتي، كان لازم توقفي. شو هالحكي يا عامر؟ بدك بنتك تقف بين الحوش اللي رح يتجمعوا عليها مثل النمر؟ بيرعبوها للبنت. لا حبيبتي عملت عين العقل. جمال عملت عين العقل انه ضربت صبي على الموتو وبقيت هربانه؟ وانا اقول لك شو صبي على الموتو يعني؟ بكون شي واحد من هول تبع الدليفري اللي بينغلوا نغل بين السيارات، او شي واحد من اللي بينتشوا زادين النسوان وبضلوا ماشيين. او شي تلميذ رايح على جامعته او مدرسته، ما هول كمان معهم موتويات. بس عامر بس حياتي انت كمان كان لازم تنتبهي شوي اكثر. ما هي كانت منتبهة تانت، كانت عم تحكينا على التليفون وقالت لي كان في واحد قدامها وعصبت منه ويا ريت كان فيها تخبصه. كاتيا؟ انت هيك قلتي بابا؟ ايه معها حق، خرجوا. يلا حياتي قومي انت غسلي لي وجهك وروحي تصلي انت وشيرين. بوهوا شوي عن حالكم وتسلوا، اوكي؟ اوكي. ليكي شيرين حبيبتي، هيدي الجملة اوعى تحديها قدام حدا، اوكي؟ حدا مثل مين؟ البوليس عمو، البوليس. أي بوليس عامر؟ فكرك ما راح يعرفوا؟ أكيد حدا شافها. أنت ضد بنتك حياتي؟ لا مش ضدها، بس عم باخد حذري ولازم أحسب كل الاحتمالات. يلا شيرين نمشي بسيارتي. أكيد يا أمل. طيب باي باب. باي. باي مام. باي حياتي. يلا باي. باي شيرين. بسطو.
ما حبيت اللي قلتيه للبنت. لشيرين؟ لا لكاتيا، لازم تحمل المسؤولية. لشو حياتي طالما في مين يحملها عنا؟ قصدك بيك؟ أكيد كان موقفه رح يكون مثل موقفي. يعني لو عرف أنك طلعتي له دفتر قبل 18 كان خوت عليك. دخلك حياتي؟ مش بيي أنا اللي أنت عم تحكي عنه؟ بلا بيك. أرايح المكتب. عرفتي عن تايلاند؟ واصل البضاعة. حبيبي إذا عرفت لي شيء قلي لحتى أعرف أمتى حدد وقت الدفيلة. أوكي، وإذا جد شيء مع البنت دغري حكيني. طمن بالك حبيبي، ما رح يجد شيء. باي. مش ناسي شيء؟ خبرينا الستني. ضروري المكتب. Bye. Bye.